هذه مقولة أنه العلماء رجعيين والحوزة رجعية، هاي مقولة انتهت صارت من الماضي من تاريخ. اليوم رجال العلم والحوزة العلمية والفقهاء صاروا هم القادة من الدرجة الأولى، يقودون مجتمعاتهم بامتياز. أما قضية أنهم ما يملكون وعيا سياسيا، هذه أصبحت مقولة أكل الدهر عليها وشرب. هذه مجموعة شبهات وإثارات. الحقيقة بالمقابل أكون نقاط قوة عند مشروع المرجعية، يعني هنا مو أثار وشبهات، الحقيقة احنا نثير بالمقابل نقاط قوة في مشروع الاجتهاد. أولا نرتبط بقيادة حاضرة، مو نرتبط بالإمام أحمد بن حنبل والشافعي قبل 1200 سنة، وإنما أكو قيادة علمية حاضرة وتنطيك الموقف في حوادث الدهر، هاي نقطة قوة. والنقطة الثانية أن هذا المشروع مشروع المرجعية إلى رقابة على السلطة وليس موظف عند السلطة. طبعا للاستفادة يا شباب أنه الآن إحنا الشيعة نرى أن الفقيه المرجع هو فوق رئيس الوزراء وهو فوق رئيس الجمهورية، والأمة تأخذ موقفها السياسي من المرجع الديني. أخوان أهل السنة السلطة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هو اللي ينطي موقع للشيخ الأزهر وما شاكل ذلك بقرار رسمي، هو يعزله، بينما احنا عندنا الفقيه لا رئيس الجمهورية نصبه ولا الجمهورية يعزله. شوفوا المجتهد عندنا هو فوق السلطة السياسية، وهي نقطة قوة متميزة جدا. والنقطة الثالثة الاستقلال السياسي، فقهائنا ما متبعين الدولة، لا يأخذ الراتب من الدولة ولا يعتمدون على سلطان الدولة، وإنما ولا قراراتهم قرارات، وإنما هم يقررون باستقلال سياسي بعيدا عن التأثيرات الخارجية. فيما عدا ذلك الفقهاء بما أنهم وجود مباشر معنا إذن يمثلون القدوة، والإنسان يحتاج قدوة في حياته. شوف الإمام العسكري شو يقول، يقول أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام يقلده، يعني هذا قدوة. احنا مو نتبع أي واحد قال أنا فقيه أو أنه درس وصار عنده مجمل كمية معلومات، لا، شرط الزهد التقوى الورع صائنا لنفسه حافظا لدينه. هذا القدوة على الأرض الإسلام المتجسد، يذكرنا برسول الله ويذكرنا بعلي والحسن والحسين وزين العابدين، مثل هيك فقيه احنا نقلده. هذا عنصر القوة، عنصر قوة أن فقيه يمشي على الأرض وحي يرزق ونتواصل وياه ونروح ونسلم عليه ونسأله، هذه نقطة قوة رابعة في مشروع المرجعية الدينية. هذا هو تمام الفصل التاسع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.